منتابع ام تي في الايف وايت سمارت لليوم مع ميرفت ابيض. رح نحكي عن اضطرابات الاكل وتحديدا اضطراب نقص التغذيه المفرط او انوركسيا. رح نحكي ايضا عن البوليميا او الزياده بالتغذيه مع كل التداعيات اللي بتصير. ولكن اليوم رح نحكي من ناحيه التغذيه، انما بنعرف كلنا انه هدول اضطرابات معناتها الاسباب هي نفسيه. بالبدايه صباح الخير ميرفت. بونجور، كيفك؟ كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. ليه اخترتي هالموضوع؟ اول شيء لانه هذا الموضوع بمر مرور الكرام وما حد ما بيبين على العالم. ليش؟ لانه نحن بسوسايتي كثير بحبزوا انه شخص يكون ضعيف ووزنه البرفكت، الوزن المثالي، فبمر وما العالم ما بتحس على هذا الشخص قد ايه هو بيكون يمكن عم يمر بشيء كثير صعب لحتى يوصل لهذا الايديال ويت او الويت المناسب للمجتمع. فمشان هيك حبيت نقي هذا الموضوع لحتى نضوي شوي على هذا التوبيك. وضروري نرجع نحكي عن هذا الموضوع دائما، لانه نحن اوقات هون بنبسط الامور النفسيه والاضطرابات، بنقول ماشي الحال انه عم تعمل دايت مثل رفقاتها، عم يعمل دايت مثل اصحابه، زيد شوي الجيم او التدريب او التمرين، انه عادي ما في شيء. ما بنعرف انه هيدا العاده رح يبطل عاده بعدين. مزبوط. يعني رح يوصل لمحل ويصير عن جد مفرط ويصير عن جد اضطراب. لا زيد على هيدي الشغله، في موديل فرنسيه اسمها ايزابيل كارو توفت من وراء الانوركسيا، وكان مشوار كثير صعب، فمنه هالقد شيء انه نحن نستهون فيه، فمشان هيك لازم والحملات عبر السوشيال ميديا حاليا كمان كثير عم بتزيد لمودلز تحديدا مرقوا بهيدي التجربه وقدروا يخلصوا منها، وما بقى بتفرق معهم اذا عندهم شويه لحم زايد. كمان اليوم بكل يعني هيدا هيك مثل انه نداء لكل التينيجرز لليوم، واكثر شيء الصبايا بفتكر. اكزاكتلي، هن الانوركسيا از مور بريفلنت عند البنات والتينيجرز اكثر شيء، بينما بوليميا كمان هي بريفلنت عند البنات بس بنشوفها شوي اكثر عند الشباب، لانه بتعرفي اذا زاد هالكيلو او كيلين ما كثير رح يعيبه للشاب، بينما انه بصير هو ممكن ياكل كثير بيحس بهدول الجلت فيلينغ، مشان هيك بنشوفها شوي كمان عند الشباب. خلينا نعرف عنهم بالبدايه. اكيد انوركسيا هي نحن بنعرفها از فود ريستريكشن، يعني الشخص ببطل ياكل ما عم ياخذ الفيتامينز والمينرالز تبعوله، يعني عم ياخذ مثلا في يقطع كل نهار يكون اخذ خسه او سالري، اكثر شيء يعني قصص ما بقلبها كالوري، ما بياخذوا وجبات كامله، وكمان حتى اذا اكلوا شيء وجبه او يعني بيكون شيء كثير بسيط اللي اكلوه بيعملوا بيرجينج، يعني بيعملوا كثير قصص يا بيراجعوا او انه بيعملوا كثير سبور او بياخذوا لاكسيتيفز لحتى هن يروحوا اللي اكلوهم. سو هيدا ديفينيشن لانوركسيا. العالم اللي عندهم انوركسيا هن كثير شطار وكثير ذكايا، لانه بخبوا كثير منيح الموضوع، يعني يا بيلبسوا كثير واس تياب واسعه لما يبينوا، او انه بفرجوك انه هن عم بياكلوا بشيء كثير بسيط، يا بكبوا الاكل يا بخبوه، سو ما بيشوفوا قد ايه هن، ما بتشوفي انت هن شو عم بخبوا. هلا في هيدي الصوره كمان بيكون عندهم ديستورتد بودي ايمج، يعني اذا انت بس بتقولي اوف لك هي شو ضعيفه، هي بتكون عن جد عم بتشوف حالها على المرايه منها هالقد ضعيفه، ايفن دو هي بتكون مثل الشخص اللي مش عم بتشوف حالها على المرايه. سو كمان بيضلوا بنقوا يوجولي، او يعني هو في ستيجز من انوركسيا، بس يوصلوا لمرحله يكونوا اندر ويت على الاخر ويبين، بصير السكن دراي، الشعر كثير ببينوا عظام، يعني بتنتف عظام، والنيلز الضفير تبعهم بيكونوا كثير ضعاف، لانه ما بقى في شيء، ما في بروتين، ما في فيتامينز، ما في مينرز بالجسم، هون بيكونوا خلص باخر ستيجز. بينما قبل ما يصيروا اندر ويت هون بيكون عم ببلش النق، بيكون شخص وزنه عادي، يعني البي ام اي تبعه نورمال، منه مثلا اندر ويت، منه تحت ال 18.5، ويبلش بنا يا الله عندي شوية فات هون شوية فات هون، ما بيكونوا ساتسفايد بجسمهم، هون ممكن تزيد. سو نحن اذا كل ما نلقط ابكر، كل ما كل ما نلقط الموضوع ابكر، كل ما بيكون اهين للعلاج. نحن عم نضحك لانه كلنا بنعمله، كلنا انا كمان يعني. بس دائما لازم ننتبه عن جد، انا ما نبالغ، وخصوصي اذا عندنا اولاد، يعني ما نحكي قدامهم بهيدا الموضوع كثير. لاست ويك كنا عم نقول شغله كمان، انه الاهل البريشر اللي بينعمل بالبيت، مثلا لو الولد بيكون شوي ناصح او مليان تشوبي، بنضغط عليه انه ضعاف عمر ريجيم، ناخذه عند دايتيشن، بنحط سبور بالقوه، بيكون هو منه حابب، خصوصي اذا كانت بنت، هيدا الشيء بيولد لها لبعدين بتخلق عندها حاله نفسيه وممكن توصل للانوركسيا. فنحن بنحمي اطفالنا من هنا وصغار، بنخلق لهم جو بالبيت يكون سيميلر، يعني نحن يعني الاكل اللي نحن بناكله لازم يكون هيلثي لحتى هن توليد باي اكزامبل. يعني اكيد مش نتركهم كمان يصير عندهم افراط بالوزن او اوبازيتي. اذا بدنا نحدد البوليميا قبل ما ناخذ الوقفه ميرفت،
البوليميا هي بناكل كميات اكل كثير كبيره، بس وين الفرق؟ انه الشخص بيكون وزنه يا شوي اوفر ويت يا عادي. ليش؟ لانه نحن لما بناخذ، يعني هن بيعملوا بنج ايتينج، يعني هي بتكون سيشن اكل كالوريز كثير عاليه، يعني تقريبا 3000 كالوري، انه مثل ما شخص بياخذها بنهار واحد، وبنقوا اكلات يلي هن سوفت، يعني مثلا مثل كيكس او باندومي او شيء هيك سوفت، لحتى شخص بعدين يرجعوا هن يراجعوا هيدا الاكل، لانه بيكون انه عم بيحسوا حالهم كثير مفوق اصلا ما بيقدروا يهضموا، والجلت فيلينجز بيخلون انه هن يراجعوا. رح نتابع هالموضوع، بناخذ وقفه صغيره وبنرجع. متابعين ايت سمارت مع ميرفت ابيض، وموضوعنا لليوم انوركسيا وبوليميا. كنا عم نحكي عن انوركسيا وقد ايه ممكن تودي لمشاكل صحيه وخصوصي عند الصبايا. بوليميا بفتكر صرنا نعرف اكثر عن الانوركسيا من البوليميا، لكن مزبوط. بيعملوا بنج ايتينج، بيعملوا سيشن، حبيتها هيدي، يعني فترات اكل وبالسر كمان، مش انه ما فيك، ما في جروب يعني. لا ما بتشوفيهم عم يعملوا هدول السيشن، نحن ناكل كثير وقت نكون اون جروب جمعنا. لا بيكون بعد اكثر من ما بتاكلي اون جروب، لانه بيكون مش بالعقل، يعني الشخص اللي ثاني مرات انه بيقرف من الشخص اللي عم ياكل هالقد، لانه ما في محل يحطهم سمبلي. وفي شغله، ليش هن بيكونوا اوفر ويت او وزنهم طبيعي؟ لانه الجسم حتى لو بدهم يرجعوا يتخلصوا من هدول الاكلات، الجسم حيمتص تقريبا 50 ل 60% من الاكل اللي فات، فما في مجال انه هن يتخلصوا حتى لو راجعوا للاكل. واو، هيدي لازم يعرفوها. بس كيف بيقدروا ما ينصحوا كثير؟ ما هن قد ما بيعملوا يعني هيدي السيشن بتكون مش كل يوم. مش كل يوم. نحن هاو دو وي ديفايند بوليميا، بده يكون في سيشن وانس ا ويك لثلاث اشهر. سو كل ما كانوا السيشنز عم بيزيدوا بالجمعه على فتره ثلاث اشهر، كل ما بيكون سيفير اكثر البوليميا. سو لطالما هي كونستركتد على مره واحده بالجمعه، هن كاركترايز باي بوليميا، بس ما بيكون هالقد سيفير بعد لانه مره واحده. سو اللي بيكون عنده هيدا الاضطراب يلحق حاله على بكير، يكون شوي واعي، واذا الجروب تبعه بيقدر بيلاحظ عليهم، يعني فريندز اند فاميلي هن بيحسوا على الاسلوب تبع الشخص، بطل عم ياكل كثير معهم برا، او بيصيروا شو بيعملوا كمان فاستنج، بيصوموا بالجمعه كلها تيعوضوا، فمشان هيك ما بيكونوا في مومنتس معينين بيعملوا فيها هالكريزه البوليميا او نوبه البوليميا. اذا في شيء تروما مثلا صار، او في شيء ضايقهم، او ستريس كثير عالي، ممكن يلجأوا لهذا الشيء، لانه هن بنقوا كومفورت فودز، يعني مثل ما قلنا بنقوا اكل سهل انه هو ينهضم او يرجع، يعني مثل كيكس او قصص هيك سوفت، بوزة، عجين، هيك شغلات بيمرقوا بسرعه، مش تشيبس وقصص، يعني التكستشر مش انا برجر وهيك قصص بيتزا وكذا. انا لو كان عندي بوليميا اكيد كنت رحت على هول الاشياء، بس هلا بينبسط مني شيف شارلي، كنت رحت على اكلات شارلي قد ما فيهم دسامه. نحن عنا على فكره كنا عم نقول عنا كونتراديكشن كثير قويه بالاستوديو ناتالي، اذا بدك تشوفي عنا اكل كثير طيب وهيك، يعني مش ابدا، يعني ما مش كثير بفكر بهيلثي وقت يكون عم بيطبخ، عندنا شخص سوبر هيلثي بيعمل كثير اكستريم سبورتس بقى، وعندنا دايتيشن ما فهمنا شيء، هلا ضعنا بالاستديو. مشان هيك نحن عم نحكي عن الاعتدال، اذا بدنا نعطي بعض النصائح التغذيه ميرفت اليوم لحتى نلحق الامور، يعني نحن اليوم عم نحكي عن استعداد، ما عم نحكي عن لما بيصير الاضطراب، لما بيصير الاضطراب صرنا عند اشخاص مختصين، بدنا دايتيشن بدنا الحكيم وبدنا البسيكولوج لحتى يعالج الموضوع. سو هون شو في تيبس فينا نعمله؟ لما الشخص بيلاحظ على حاله، ما في شخص ما بيعرف انه هو عنده اضطراب نفسي. سو لما ببلش بحس على حاله انه هو عم ببلش يفوت بهيدي الباترن، يعمل بوز شوي، يراجع افكاره، ما يخاف من الاكل، هن بصير عندهم خوف منه طبيعي انه يزيد وزنهم، فشوي يتصارحوا مع الاكل، يروحوا عند حدا يقدر يساعدهم، منه عيب اذا هن بيروحوا عند حدا بيقدر يساعدهم لحتى ما يتطور هذا الموضوع ونوصل لمرحله منا حلوه. والعائله كثير بتلعب دور، الشخص الا ما يبين عليه بالبيت اسلوبه متغير، بيزيد عندهم العصبيه اصلا، بيصيروا هن كثير انكشس ومنهم بقى مبسوطين، منهم مرتاحين، لانه هذا عم بيزيد عليهم ستريس. سو العائله كثير بتلعب دور، والاصحاب كمان، اذا بنشوف حدا من اصحابنا ما عليه نوع شوي انه نحن كمان قادرين انه نحن نقدر نحكيهم، اكيد شو لازم نقول لهم؟ يعني بنوجههم اكيد عند بروفيشنال، واذا نحن ملاحظين على هذا الشيء نخليهم يحبوا حالهم، لانه الشخص يلي يعني بيوصل لهذه المرحله ما بيكون مرتاح بجسمه، ما بيكون مرتاح بسكن تبعه. بس هون بفتكر ميرفت كمان اختصاصيي التغذيه مهمين كثير بهذا المجال، لانه جروب ثيرابي بيقدروا يقولوا لهم انه انتم فيكم توصلوا للوزن المثالي يلي بدكم اياه، بس بطريقه صحيه.
يعني فينا ناخذ وجبات صغيره خلال النهار اول فتره، يعني اذا شخص بيكون بعده خايف او ما متقبل كثير الاكل او كثير في اكلات معينه بتعمل فير، فينا شوي نمرقهم ب يعني سمولر ميلز بير داي وناخذ انه لهن يتصارحوا مع الاكل يعني نوعا ما لحتى يقدروا يحبوا حالهم ويكونوا مرتاحين. واكيد الاهل كمان مسؤوليتهم كثير كبيره انه يكونوا عم ينتبهوا من الصغر، يعني هن قد ما بيكونوا عاملين لهم مثل ما بنقول ارضيه منيحه خلال صغرهم ما بيكونوا عم يعملوا لهم، يعني ما بيكون عم بيصير البيلد اب تبع قد ايه هن ممكن يوصلوا لهدول الاضطرابات على كبر بيكون كثير احسن. على كل حال لفتني موضوع ما بعرف اذا بتعمليه مره ثانيه، كمان تاثير قله الاكل على عصبيه الانسان او أكيد. على طبعه، لانه نحن بنعرف انه اذا شخص جائع كثير بصير موتر، حيلا حدا بصير تخيلي شخص ما عم ياكل كل النهار كل النهار، يعني ما هينه كمان على البرفورمانس تبعه بالحياه. ميرفا ثانك يو لك، موضوع كثير مهم، شكرا لانه ضويت عليه. وعلى كل حال بنرجع بنقول حتى على السوشيال ميديا وبالموديلينج ومع كل السليبرتي صار عم بيشجعوا الكيرفز والجسم يلي مليان، مش بس الجسم يكون سكيني، وهيدي طبيعه كمان ما فينا نهرب منها. كل شخص عنده شكله الخاص صحيا لازم يكون في شويه فات بالجسم، ما فينا 0% فات، وهيدا الشيء الفريد بكل شخص والحلو بكل شخص. رح ناخذ بريك ومنرجع.